أضعف مكوادي في البلد يكوي الكوي. أيوة يا أستاذ، بس لاحظ إنك إذا اشتغلت مكواجي بالطريقة بتاعتك دي، قول عليك يا رحمن يا رحيم، هتاخد النهار بطوله بنطلونين وزديري وكرافتة واحدة، وإنت ما قعدت تلمع في جزمتي تلات أرباع ساعة. أولا ده مزاج. ثانيا دي جزمتي أنا، وأنا مسلفها لك لسبب تعرفه جزمتك أنت. شوف بقى، اتفرج على اللمعية اللي تزغلي العين الجن. شوف اتنربط يا جدع. ده مش منك، دي الجزمه هي اللي اصلها بنت ناس. اللبيسه اهي. يا سلام يا مصطفى، يا سلام يا مصطفى، يا سلام على عواطفك الرقيقه. بس ياك على الله المره دي مشوارك ما يطلعش فشوش. احسن نعلي جزمتي بقى ارق من عواطفي الرقيقه. بقى شوف اما اقول لك، وحياتك انت والعيش والفول اللي من غير زيت، ها؟ فاكره؟ فاكره قوي. ما انا اللي قابل الا في اي ماهيه ولو بخمسه جنيه. وادفع كمان ضريبة الأرباح الاستثنائية كده. يا جدع قول كلام غير ده، ده إبراهيم بيكر صاحب أبوك الروح بالروح، لازم هيشوف لك وظيفة نغنجة. يا ترى هيشغلك في إيه؟ طبيب بيطري، مهندس كهربائي، شيخ غفر. أمال يعني فكرة ليسانس الحقوق بيشتغلوا بيها إيه عندنا؟ أي والله صحيح لك حق، علي فرحات جاب الله جاب من أوروبا دبلوم الفنون الجميلة. تعرف بسلامته النهارده بيشتغل ايه؟ ايه؟ كاتب بمصلحة الطرق. يحمد ربنا اللي اشتغل. قول لي فتحية بقى تجيب لي تاكس. ايه؟ تاكس. تاكس؟ انت حضرتك هتشتغل سواق تاكس؟ يا ريت. متخرج الجراج النهارده بيكتب احسن من متخرج الجامعة. اي والله. ايدك بقى على ريال. ايه؟ ريال؟ ريال؟ ريال حتة واحدة؟ لا حتتين. يا حلاوتك. طب تعال. يلا يا عم هات. اتفضل الريال اهو، وانت رايح تركب الاتوبيس، اتعين ترجع في تاكسي. يلا يا حبيبي يلا. مال يا سلام، الوجاهه دي كلها على ريال؟ روح يا حبيبي روح، ربنا ما يوقعنا الشال في جيبك لا يكفر. يا بنت ربنا يجعل في رجله القبول. انت بتقول ايه يا مصطفى يا ابني؟ ربنا يجعل في وشه القبول. متشكر قوي يا جدي. وانا يا رؤوف مش عاوزني ادعي لك. انت؟ انا عارف ان قلبك دايما بيدعي لك. يلا يا ابني يلا، ربنا يسلك طريقك ويهدي لك الاحوال. وترجع لنا راكب تاكسي ومعاك الريال. يا سلام عليك يا خالد. هو دايما كده. رؤوف. افندم يا حبيبتي. انا مش هنام لحد ما تيجي. تنامي؟ ده انا راجع حالا وهنتعشى كلنا سوا. سعيدة يا حبيبتي. سعيد. هي. وعادي معاك حاجة حلوة. حاضر. والله انا اسف، الوظيفه اللي كنت حاطط لي عيني عليها جاتني فيها وصفه جامده قوي. معلش يا ابني، فرصه ثانيه ان شاء الله. يعني ابقى امر على ساعتك؟ لا لا ما تتعبش روحك، باول فرصه انا هبعت لك. وما تاخذنيش مضطر اسيبك عشان عندي ميعاد. مع السلامه. متشكر يا فندم. وكلهم لابسين كده، كل اللي يخش لازم يكون لابس كده ساعة الليل. طب وايه رايك في اللي عاوز يخش؟ يخش ممكن كل حاجة ممكن لساعة الليل، اتفضل معايا. يا
سلام. شوف يا اخويا الطرحه هتاكل من وشهم حته ازاي. ما تلبسوا كده على طول. يا ريت. انا موافق على كده. اه عشان يوفروا لك ثمن النايلون. طيب طيب اتفضلوا بقى تذاكركم اول. اتفضلوا. يا حسن ليه انت كده اوجه من الباب؟ اوجه واريح كمان يا حبيبي. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. مفيش تذاكر مكانك. بقعد غني باشا. مش لاقي 15 جنيه يدفعهم للولاد وانت متذاكر؟ ايه يا اخويا الداعي الكبير ده؟ كل حاجه مجانا مجانا، والله يا اخي مجانا. ده مرض اجتماعي عندنا يا اكرام. ياما شفنا الغلب في الحفلات اللي بنعملها. اذا ما كانوش المنظمين يتضرعوا بالحجم ده ساعتك كده كنت تبص تلاقي كل الناس دخلوا مجانا وانا اولهم. العفو العفو. انما انا شفتك فين؟ دلوقتي سعادتك هتعرف. من فضلك يا حضرتك. الترابيزه نمرت. الله امين. وعامل في روحك كده ليه؟ الشيخ غفر الحمد. حاميها حراميها يعني؟ اخوك يا واد لو اديك للعمده. والله زماني امين. والله انت لو وحشتني يا روح. وازاي؟ لقيت وظيفه ولا لا؟ والله قدامي فرص كتير لكن لسه ما قررتش حاجه. ما تسيبك يا اخي من الوظائف وتشتغل حر زي. ليه بتشتغل في ايه؟ اعمال تجاريه من كل صنف وكل لون. انا مكتبي ايجاره شهري بمهيئه موظف من الدرجه الرابعه. انما قول ايه اللي جابك هنا في الحفله ودفعت تذكره بخمسه جنيه؟ هي انت وقعت. تعبان عليا قوي. ما تيجي تقعد معانا على ترابيزتنا. يلا. الاستاذ محمد رؤوف المحامي والمذيع علي. شرفنا. اتفضل. تشرب ايه؟ عندنا هنا عيار الفول وخروب وليموناتا وسوبيا كل حاجه الا الخمر. اديني انا يا سيدي تمر هندي. تمر هندي؟ يا رب ما يكونش فيه تمر هندي. الدنيا وجودها للوجود. الدنيا وجودها للوجود.
الوحيد هو حياة نبي. هل تعلكم بشير ردت للعمر عمره والأمر الليل أمره يا رب احمي احمي وأرضك رعيتها والنظرة منك تحيها احمي وأرضك رعيتها والنظرة منك تحيها من شهد كنت بتويها والخير قلت مواعيده يا رب تبارك يا رب تبارك يا رب تبارك ويبني. سلام على جمال الهدوء. لكن هنرجع للحفلة منين؟ ومستعجلة ليه؟ يظهر حضرتك ميالة للحفلات الزحمة دي. طبعا. انا لا. امال جيت ليه؟ غصبا عني. مين غصبك؟ انت. انا؟ ايوه باين عليهم وقعوا. انت فاكر انا اللي قلت لهم؟ قلت لي انا. قلت لك تيجي تركب جنبي وتغني. مش بس كده، قلت لي ادخل الحفله معايا، نسيت كل شيء ودخلت. قلت لي غني، نسيت ان عمري ما غنيت الا روحي وغنيت. وجوه الناس، الانوار، العطور، تلاشت، ضاعت، ما فضلش قدامي الا وش واحد ونور واحد وعطر واحد. اسمح لي اعتذر، ده غزل. والله اذا سميت الاعجاب البريء ده غزل انا ما عنديش مانع. واذا كان انا عندي مانع؟ اسكت، انما غصب عني. طب يلا عشان عاوز اغير هدومي. برضه غصب عني. وانت؟ انا خليني هنا شويه اتمتع بالخيال ما دام ما طلتش اتمتع بالحقيقه. مش هي بتاعت البيت يا ناس، مين البيت اللي غنالنا دلوقتي؟ انا بدور عليه مش روح، مش لاقيه. محدش فيكم يعرفه؟ انا هعرف سعادتك عليه حالا دلوقتي يا اكرام. جدع كويس قوي. انت كنت غصبان فين؟ تعالى بس. لك عشان تكون مبسوطه بقى. يا اكسران اقدم لك محمد بيه رؤوف المهندس الشهير. اهلا وسهلا. انت بتقول ايه؟ مستكتر على روحك شهير يا اخي. اهلا وسهلا. ده يا راجل تضربنا الطرب ده كله، ما تدينيش فرصه اني اشكرك. هنيك يا حسن بيه المفاجاه الطريفه دي. والله انا ليا فرض بالمهره يا اخي. ازاي تقول للراجل اني مهندس؟ انت ما تعرفش اني محامي؟ اصله ما يكرهش حاجه في الدنيا قد المحامين. انت خايف عليك حاجه يا الطرب كله يا سيدي للبيه. هو اسمه ايه يا بيه؟ محمد رؤوف المهندس الشهير يا اكرام. اهلا وسهلا. وكمان مهندس. انا ما بحبش حاجه في الدنيا قد المهندسين. مهندس ايه بقى يا سيدي؟ مهندس ميكانيكي يا اكرام. لا ده احنا بقينا حبايب كبار قوي 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 قوي. احنا دلوقتي نشرب كوبايتين سوبيا مع بعض. معالي الوزير عايزكم. روح بيه دقيقه واحده، انا جاي لك حالا. حاضر يا فندم. انت اتفضل. اتفضل. ظريف جدا البيه ده، انت ما عرفتنيش بيه ليه؟ يا نهار زي بعضه. حد ما يعرفش حسن بيه ابو الذهب؟ لا يا سيدي، هو ده حسن بيه ابو الذهب؟ يا سلام، في منتهى الرقه والغضب. حسن بيه ابو الذهب مبسوط منه خالص. امين. مين الهانم دي؟ اسمها ايه؟ يعني لسه ما عرفتش اسمها لحد دلوقتي يا حضره المهندس؟ انا ما عرفتش الا انها اجمل واظرف وارق شخصيه عرفتها في حياتي. اسمها ايه والنبي؟ يسريه. اسم حلو. Thank you.
تسمعني؟ انا بقول لك تتجوزها. والنبي يا امين سيب لي بلاش سريع. طب واللي جوزها لك تديله كام؟ لا كويس. انا مش بنكد. تديله 10,000 جنيه؟ لا. لا ازاي؟ والله ما ادفع اقل من 50,000. لا يا سيدي انا راضي ب10. وليه القناعه دي؟ تدفع. ادفع. بس مع ايقاف التنفيذ. ايه؟ الشيك يعني؟ ادفعوا لامر امين. لا 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 يا شيخ مش كده. لا 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 اكتب وانبسط. اكتب بالسلك. اكتب بالالوان حتى. امضي. امضي ايه؟ يا شيخ امضي هنا. انا ما بهزرش. يعني انا اللي بهزر؟ خد. اتفضل. تعرف انه كان عظيم في الحفلة؟ يا سلام. انا ما كنتش عارف ان عندك صوت عظيم بالشكل ده. والله العظيم حاجة هايلة تماما. ايوه دفع 10 جنيه يا اكسلانس. 10 جنيه. تعالى بقى. تعالى بقى انا هشربك 4 كده ليه؟ خبيتنا. الله الله الله. انت عامل بروحك كده ليه؟ اخي لو كنت معي. لو كنت معاك ما كانوش الا عقبه بدلتك ولبسوك اللي انت فيه ده. جزمتي. اخي لو كنت معي. انت وديتك اتلحقت ولا ايه؟ هو انت العفريت اللي عليك اسمه لو كنت معي؟ آخي لو كنت معي. لا لازم بقى ابراهيم بيع عينك. خولي في العلبة. خولي في الجنة. الجنة ما يدخلهاش انسان. يسرية. يسرية؟ لازم ضيعت الريال كله. انا اللي طول عمري ما حبيت.
حبيت لكن ازاي ما اعرفش انا اللي طول عمري ما حبيتش حبيت لكن ازاي ما اعرفش حبيت لكن ازاي ما اعرفش ازاي انا ما اعرفش ما اعرفش اني بقيت شايف عيون خدوني بالنارين دول مش عيون دول كانوا شفايف بيكلموني برمش العيب الدنيا بصيت ولقيتها غير اللي كنت عايش فيها وعليا في ساعتها غير اللي كنت بشوف بيها وبكيت على الأيام اللي فاتت من عمري وسيب الفرحة يا ريتني حبيت من بدري وبكيت على الأيام اللي فاتت من عمري وقلت بالفرح يرثني حبيت من بدري وأنا اللي طول عمري ما حبيت حبيت لكن إزاي ما أعرفش حبيت لكن إزاي ما أعرفش إزاي أنا ما أعرفش ما اعرفش عمرك شفت غنوة ماشية تحت نغمها شمال ويمين اهو ده عودها شفتش جنة وعيشة جوار مش نايمين صحيين اهي دي عيونها اهي دي عيونها والقلب يحس برقتها من خطوتها من قبل عيني ما تشوفها روحي شفتها والقلب يحس برقتها من خطوتها والنسمة راحت سبقتها جت وصفتها والنسمة راحت سبقتها جت وصفتها علشان كده قبل ما اشوفها قبل ما اشوفها انا حبيتها طول عمري ما حبيت لكن ازاي ما اعرفش حبيت لكن ازاي ما اعرفش ازاي انا ما اعرفش ما اعرفش انا اللي طول عمري ما حبيت الله انت هتنام تاني ولا ايه؟ يا شيخ قوم قوم صحصح كده قوم ايه ما نامش ليه؟ الله انا اللي طول عمري ما حبيتش
انا اللي طول عمري محبت. يوم الاثنين 20 مايو. عمري ما حنسى يوم الاثنين. الله امين بيه. اهلا وسهلا. شقه غريبه. ازيك يا ابو درش؟ امال فين رؤوف؟ رؤوف والله مكسوف اقول لك انه لسه نايم. لا دي مش عادته، ده معتاد انه يصحى من نجمه، انما امبارح كان عنده شغل مهم جدا سهره طول الليل. شغل ايه بقى؟ قضيه مهمه خالص. يا سلام، ما كان بيتنازع فيها؟ ايوه بالليل. لا قصدي انه كان بيحضر فيها وبيكتب مذكرات. طب ايه رايك اننا جاي اقول له ان احنا كتبناها؟ هي ايه؟ القضيه. انهي قضيه؟ يلا بينا، يلا بينا صحيح. تعال انت اقعد اشرب فنجان قهوه وانا اللي اروح قهوه مين؟ القضيه اهم. استنى شوف ايه دي. القضيه اللي كان بيترافع فيها طول الليل. انت كنت حاضر الجلسه؟ وكنت بترافع عنك وكتبناها. يلا بينا صحيح. طيب اتفضل. انا اللي طول عمري ما حبيتش، انا اللي طول عمري ما حبيتش. اتفضل شكل. يا اما انا قايل لك معلش اصححه لك حالا. رؤوف، رؤوف يسريه، يسريه. ايه الكافه ده يا شيخ؟ انا الساعه 8 الصبح كنت باخد الدش بتاعي. ايه ده؟ وريني بتدفع فيها كام؟ وريني بتدفع فيها كام؟ حياتك وريني. اتاريها سحرتك؟ حد يشوف السحر ولا ينسحرش؟ انا شايفه قدامي اهو. وهتشرب معايا الشاي الساعه 6. تتكلم جد؟ فين؟ في بيته. بذمتك؟ انا مش مصدق. ومع ابوه كمان له اب. بيشتغل ايه؟ بيشتغل ايه؟ حسن بيه ابو ذهب بيشتغل ايه؟ حسن بيه صاحب مصانع الغزل والناس اللي عندنا في شبرا هنا. انت غريب. ابوها حسن بيه ابو الذهب؟ ليه؟ انت ما كنتش عارف؟ امال تعهدت انك تدفع 10,000 جنيه لما تتجوزها ازاي؟ 10,000 جنيه؟ طب قوم. ها؟ قوم. 10,000 جنيه؟ لا 10,000 جنيه. حضرتك مستكتر 10,000 جنيه على بنت حيرت ابوها؟ وفي حاجه تانية تستاهل الافات. ايه هي؟ مالكش حامة. انا ما كنتش اعرف ان ابوها ابو الدهب. هو اذا ما كانش ابو الدهب كنت هقبض ال 10,000 دول صفيح بقى؟ عمرك ما انت قبضت. ليه بقى؟ هو ابو الدهب اتجنن لما يدي بنت الواحد زي حلافي هتلاقي الافات بيجري وراه. امال انا صنعت ايه اذا ما كنتش اطير بقلك؟ هو انا عبيط؟ انا عارف مين اللي بيجري وراه. مدحت فاضل ومحمود عاصم والدكتور ادهم ابن ادهم باشا، وده اخطرهم لان فعلا في كلام في الموضوع. حضرتك نايم هنا للظهر وانا لحد دلوقتي ما دقتش طعم النوم. قابلت ابوه، كلمته، جننته، هوسته، خليته يعتقد ان محمد رؤوف ده. ايه يعني عملت بلت على الراجل علشان تجبره يجوز بنته لواحد مش قدها؟ مش قدها ليه؟ المساله مساله عواطف. انا ضميري ما كانش يسمح لي اتاخد ابدا اذا ما كنتش متاكد انها بتحبه قد ما بيحبها. ايش عرفني؟ ايش عرفني؟ ده انت لو كنت شفتها ساعة ما بقول لابوها انك جاي الساعة 6 ما كنتش تقول لي ايش عرفني. بقى يعني انت متصور انك برضه هتقدر تتجوزها؟ ما يتجوزهاش ليه يا اخي؟ ده ليسانس حقوق. ما قلناش حاجة. ليسانس حقوق لكن ما بيشتغلش، هيصرف عليها منين؟ يصرف عليها منين؟ دي تصرف على بلد. عال حلو. تتجوزه بقى وتصرف عليه ولما يجي مزاجها تبقى تبعت له ورقته. طب والنبي تزق عجلك انت بقى خلينا نشوف شغلنا، ما تبقاش سألت. امين معاك 100 جنيه؟ طبعا. خد كمان 100. خد. هتعمل بيهم ايه؟ هو ليه يروح يقابل يسريه بنت حسن بيه ابو الذهب يروح لها كحيان كده؟ هاتي ليه كم كرافتة وكم قميص حرير وجزمه ومنطلون رمادي وفانيلا. برافو عليك. المظاهر هي كل شيء في الدنيا. هي الساعه كام دلوقتي؟ 11 ونص. اوامك قبل المحلات ما تقفل. محلات تقفل؟ قال المحلات تقفل قال. طب ما تقفل. انت مستعجل على ايه يعني؟ هي الدنيا طارت؟ هي قضية جامدة أوي.
عايزه تحضير وتحديد يوم المرافعه وتقديم المستندات والمذكرات. اخت عليكم انك ما تخافوش من ربنا. اسمع مصطفى ما تزعلش، انا هجيب لك كرافته معايا. كرافته؟ الكرافته دي تلبسوها انتوا يا نشالين يا نصابين يا غدر. اتاريكوا طبختوها على الراجل وكمان مديله ورقه علشان تدفع له. ما تزعلش كده. مش دي مصاري حسن بيها والذهب؟ امال ده شغل. راؤول اهلا. انت رجعت امبارح متاخر قوي. والله عطلوني شويه. طمني عمل معاك ايه ابراهيم بيه؟ ان شاء الله في اول فرصه زي العاده. معلش ما تزعلش، ربنا يفرجها برضه. انت بتلبس ولا ايه؟ ايوه رايح مشوار مهم قوي، حاب احكي لك. الله، طب واكثر؟ الانسه سعاد بنت عمي امين بيه صديقي من ايام التلمذه. تشرفنا يا هاني. تشرفنا. سعيده يا سوسي، والنبي تدعي لي. انا هجيب لك عربيه فخمه تروح بيها. تروح ما بتشوفش بقى؟ ازاي؟ طب بس رمي. هتعملي له ايه؟ انا البني الفرنان بتاعه. معلش. انا سفير فرعون في الجورنال وجنبيه واحده ست اما اقراك الانسه السريه هانم ابو الذهب ملكه القمح على المراجعه الذهبي وبجانبها الشك الذي ادهش الحاضرين ببرقة فتحي. لازم حلو قوي اللي اختاروها ملكة القمح دي. قمر يا ابو ورؤوف مرسوم فين؟ جنبها جنبها خالص. وهما الاثنين بس مرسومين؟ حواليهم بنات تانيين وهو وهي لابسين فلاحين. يا ابله والنبي شكلهم حلو قوي. لما اروح اوريها الجد، لما اروح اوريها الجد. مسؤول مالك محتار يا قلبي وخايف كده ليه؟ في جنة ونار من عارف مكتوب لك ايه؟ ياللي عينيا مش طايلة روحي بدموعها شايفة، ياللي عينيا مش طايلة روحي بدموعها شايفة، مكتوب لقاسي في هواك من غير ما اقول لك صوته ده كل هنا.
كلنا أما لو كانت قفشتنا. الله يخليك. إيه الفرصة السعيدة دي؟ في حاجة في العربية؟ يا صلاح يا صلاح يا صلاح. بيجرب العربية. أنت بتصلحي هنا؟ أيوه. أنصحك ما تصلحيش هنا حاجة أبداً أبداً أبداً. أمال أنت جايب عربيتك هنا ليه؟ مرة أنا عربيتك دي مش عارفة شفتني راكبها. لازم أمين بيا مفيش غيره. مفيش غيره. خد يا ابو صلاح ادي الخمسة جنيه بتوعك اهم يا عم. ما كمل اول. بنهزر يا اخي. ما نهزرش. انت ابن حلال اوي. انت اللي ضريب يا امين بيه. حاجة بسيطة جدا يا هانم، بعد نص ساعة عزمها لك تمام. انا مش فاضية دلوقتي. طب تسمحي جنازة تبعتيها بكرة؟ اشوف. بيصلح فيه. عشان تخرب عربيتك كل يوم والتاني. ما قلتليش رأيك فيه ايه بقى؟ فين؟ رؤوف؟ شخص عادي جدا. بقى ما فيهوش أي ميزة لفتت نظر. أنا خيره كبير. لكن عينيه حلوة. وما تنسيش كمان إنه مهندس كبير. كبير دي جبتيها منين؟ مهندس وخلاص. أؤكد لكم إني ما سمعتش ولا كلمة من اللي قلتوه ده. أنت ركبت معانا إزاي؟ كان واجب عليا أركب، أنا لاحظت إن الموتور بتاعكم تعبان شوية. بهيجة بهيجة. هي زعلت من إيه؟ أصلها عصبية شوية. الحمد لله. على إيه؟ إنها عصبية. وتحب تروح فين بقى دلوقتي حضرتك؟ مفيش حتة نروح فيها ما نرجعش. قول لي بقى، أنت ركبت معايا ليه؟ عشان أقول لك حاجة مستعجلة. قول. شايف حد يسمعني؟ طب قولها لي في ودني. الناس الناس. اضحكي وغني وافرحي معايا فرحة الدنيا وانتي ويايا وانتي ويايا. الدنيا ضحكت ليا. قولي فرحني احكيلي بس اوعى تخبي عليا لاحسن ده انا قلبي دليلي. اخبار جميله حقولها لك مستني ليه حاجه ما تخطرش في بالك. طب حذري ايه؟ لا قولي انت وحياه عينيك شغلت فكري يا حبيبي.
عقبال ما بكرة هقولها لك اضحكي وافرحي وغني وتهني. Oh,
فينا اللي هيوقف للتاني. بقول لك قوم ما اشوف اخرتها. ها كح ده دي كح ها اتمشى قدامي كده شويه. لا حول ولا قوه الا بالله. يا سلام اتمشى بس. كمان كمان. حاضر. كمان. ايه كويس. ايه مالها اخرى؟ لا مفيش حاجه. اسمع. انت قعدت في المهندس خانه سنه كام؟ في سنه تالته. يعني تفهم في العدد والمكانات؟ لا افهم في القانون بتاع حضرتك. يعني لو انسألت عن مسألة ميكانيكية صعب شوية تقدر تجاوب؟ أجاوب أوي. يعني لو كان قدامك مكنة فيها حاجة ناقصة تعرف إيه اللي ناقص فيها بالظبط؟ يا جدع أنت أنا كنت برنج المهندس خانة بحالها غيرش الزمن اللي ما خلانيش أكمل. يعني أقدر أقول إنك مهندس ميكانيكي كويس؟ تقدرش تقولي أنت عاوز إيه كده؟ نعم عايز اخدك افرجك على مصانع حسن بيه ابو الذهب. ايه نصبه جديده؟ اوعى. لا يا عبيد ابدا مجرد زياره. زياره بريئه جدا. بريئه والله العظيم جدا. اتفقنا؟ اذا كانت بريئه جدا زي ما بتقول يبقى مفيش مانع. اذا بكره الساعه 4. يا سلام يا سلام ايه العفه دي كلها؟ بس يا بنت رايحين على فين؟ رايحين نزور فابريقة حسن بيه ابو الذهب اللي جنبنا دي. الله ايه المناسبه؟ اصل مصطفى هفت عليه الهندسه فانشق لي الاسطوانات والمداخل والعجل. الله ده مين جه؟ اهلا وسهلا. اهلا اهلا ابن حلال. ده انا كنت واخد حضره الباك مهندس افرجه على مصانع حسن بيه ابو الذهب. تسمح توصلنا؟ انا والعربيه تحت امركم. اتفضل اتفضل. بس اتفضل. عربية كانت لنا من السما. سعيدة يا سوسو. سعيدة كلكم. فتحية حسن بيه ابو الذهب ده مش ابو البنت اللي كانت مرسومة في الجورنال جنب رؤوف؟ ايوه هي. يوم 5 الجاي ولمدة شهر من هذا التاريخ تزاد ساعات العمل ساعتين يوميا بدون أجور، وكذلك ابتداء من هذا التاريخ إذا زادت نسبة العادم من الخامات عن 5% يخصم من أجور العمال بنسبة هذه الزيادة. المنشور ده يتوزع على جميع الأقسام حالا، ولازم العمال كلهم يفهموا إن ده نتيجة تهاونهم. ده مال ناس وإحنا مسؤولين عنهم. أنا أعتقد يا حضرة المدير إن العمال ما لهمش ذنب أبدا. إزاي يا أفندي ما لهمش ذنب؟ العالم يزيد الى 3 أضعاف والانتاج يخش الى النصف وتقول لي ما لهمش ذنب؟ ده كلام ايه ده؟ ضعف الانتاج ناشئ من تعطيل المكنات كل يوم والتاني. حضرتك رئيس قسم ما تتكلمش في حاجه ما تفهمهاش. يا حضره المهندس انا اللي افهمه ان المكنه وقفت قدامي والعامل بتاعها وقف جنبها مكتف، ذنبنا ايه؟ واحنا ذنبنا ايه؟ المكنات قديمه عاوزه تغيير ولا فيش قطع. حضرتك قلت الكلام ده لحضره المدير وما جابلكش قطع. بس انا مش عاوز مناقشه. اتفضلوا. انا عايز اقول لحضرتك ان من بكره العنبر نمره 2 مش شغال. ليه يا سيدي؟ المكنات بتشتغل ليها 15 يوم دلوقتي بدون انقطاع. مفيش حاجة اسمها بطالة. يلا اتفضلوا. حاضر بس أنا مش مسؤول بعد كده عن أي ضرر. محدش قال لك إنك مسؤول. ليه بس يا بيه زيادة ساعات العمل لمدة شهر واحد؟ ما كان على طول أحسن. يعني فكرك العمال يقبلوا؟ قال الله ولا فالك يا بيه. وإيه يعني لو قبلوا؟ أنا في إيدينا. سعادة المدير يصصهم بكرة منشور تاني يطفشهم. والله أنا ما أنا عاوز أطفشهم هم. أنا عاوز أطفش الكبير. أنا عارف ده ما هجش لحد دلوقتي ليه؟ هو كل ده مش في جتته. ولا يعني عشان اسمه أبو الذهب؟ والله يا إخواني أنا ما أكره الراجل ده. إنما بقى كل واحد لازم يدور على مصلحته. أنا القرشين اللي هيطلعوا لي هفتح بيهم جراش وعايز سيب نفسي. كويس. بس أوعى ساعة البيع الجماعة دول يرجعوا في البيعة تاني. ألو.
اهلا وسهلا. كلمني في النمره الثانيه. يرجعوا في البيعه تاني؟ سلق من سماك درويش. يا حبيبي دول ناس بيجروا لهم سنه، يعني لو 100,000 زياده هيشتروا. على كده القرشين اللي هيطلعوا لنا شويه بقى. خليك ما تبقاش طماع، احمد ربنا، ده كل واحد منكم هيقبض مبلغ يخليه يعيش سلطان زمان. ما تشيلوا القماش ده بقى. ايوه دلوقتي اعرف اتكلم معاكم بقى. المسألة ماشية كويس أوي، اطمنوا. يقول إن المسألة ماشية كويسة أوي. اسمع يا جايين بيه، بعد نص ساعة هيكون التفويض بالبيع في إيدي. كله يخلص شغله ويجي، إحنا منتظرينه. حالا حالا، بس ادعولي إن ربنا ياخد بيدي. يلا انزلوا. لهلبوه. اديني عنبر ثلاثة بالعجل. ايه؟ سايبين شغلكم وجايين ليه؟ حرام ده يدفع التبديل. تظن؟ ذنبنا احنا ايه يتحسب علينا العادل؟ يشتغل ساعتين من غير فلوس ليه؟ هو اللي ياكل عرق العامل ربنا يكسبه. احنا مش شغالين، خلاص. مين اللي قالك تشتغل ساعتين من غير ما تاخد فلوس؟ المنصور ده اللي مطلعينه ساعة البيت. مشهور ايه؟ فين هو المنصور ده؟ هات هينا يا فندي، من فضلك تعالى لي شوية. حاضر. النهار بتلومني على نقص الانتاج وزيادة نسبة العادل. اللي عملته ده هو العلاج الوحيد، مفيش غيره. لكن ده علاج زود المرض. اللي انا عاوزه يجيب لك بقى مدير غيرك. انا ما اطيقش اشوف الخساره دي هي واقعد ساكت. ضميري ما يسمحليش. والله العظيم انا زهقت وروحي بقى كده وخلاص. ما قلت لك بيع الفبريقه دي اللي ما حواليهاش غير الخساره ووجع الدماغ. انا مش جبت لك فيها ثمن محترم قد تكاليفها ثلاث مرات؟ انت بتقول ايه؟ بقول اديني التفويض دلوقتي قبل البيعه السوق دي ما تروح من ايدينا. ده ثمن ما حدش يحلم. يا شهيره فني انت خدمتني كتير وانا قلت
بعيد قوي، بس زحمه خالص. اه صحيح. هنقعد فين؟ اسمع من فضلك، ادخل يكون بيحبوا بعض. متين. يلا عم قبل ما حد ياخدها منك. يلا. ايوه هنا كويس، كويس قوي. يلا. اوعى تتحرك. تعالى نرسم صورة سوا بقى. صورة واحدة بس، ده أنا جايب بيه فيلم معايا. لا 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 لا، لو النبي ما تبتسمش كده، صعب عليك. يا سلام، فاضل لي حاجة واحدة كمان وأبقى أسعد مخلوق في العالم. إيه هي يا ترى؟ أعرف إنك أنت دلوقتي سعيدة زيي. وأكتر منك. الله. إيه؟ النهاردة يوم الاثنين. وماله؟ وماله؟ أسعد يوم في حياتي، يوم الاثنين، يوم ما اتقابلنا إحنا الاثنين. ما فيهوش مزيكا. عايزة مزيكا؟ أي حالة. أوركسترا. عمري ما حنسى يوم الاثنين، يوم ما اتقابلنا احنا الاثنين. عمري ما حنسى يوم الاثنين، يوم ما اتقابلنا احنا الاثنين. عمري ما حنسى يوم الاثنين، يوم الاثنين. أول ما شفته فكري ساه، معرفش إيه اللي شبكني معاه. بصيت لقيت روحي وياه، ونسيت ساعتها رايح فين. ساعة ما شفته ما شفته، يوم الاثنين، يوم يوم الاثنين. في كل يوم لك سحر جديد، ونار يوم عن يوم بتزيد. في كل يوم لك سحر جديد، ونار يوم عن يوم بتزيد. خايف جمالك بكرة يزيد، واجيب له قلبي يساعه منين. عمري ما حنسى عمري يوم الاثنين، يوم يوم الاثنين. وشوعيك ان شفته ساق في دلاله باك، قال لي حبيبك مشوعيك ان شفته ساق في دلاله باك، قال لي حبيبك مشوعيك ان شفته
في دلاله معاك، وان كنت عايزه يدوب في هواك خليه يقابلك، اي قابلك خليه يقابلك يوم الاثنين، يوم ما تقابلنا احنا. كتير جري ورايا واظهروا لي منتهى الحب وكانوا متجننين على الجواز، والاخر انكشف لي ان كل ده كان عشان ثروه بابا. بس انا اتقدم لي شاب مره وكنت هتجوزه خلاص، لولا ستر ربنا اللي خلانا عرفنا انه باع البيت الوحيد اللي يمتلكه واشتغاله كان بدري، وكان بيسرق اوتومبيل واحد صاحبه عشان يجينا بيه. انا متاسفه اللي بقول لك الكلام ده، لانك انت طبعا حاجه تانيه غير دول، وده اللي خلاني حبيبك. الله مالك؟ ولا حاجه. اي حلوه ازاي؟ اي رؤوف رؤوف. الله نبه على رئيس غزل 5 انه يعمل حسابه علشان يسلم 2 طن من خيط 14 على 3 للنسج في اخر الاسبوع. حاضر يا فندم. شوف عدد انوال الكاستور كام؟ 120 يا فندم. بينتجوا كام؟ 360 طن. قول لرئيس القسم يقابلني بكره الساعه 9. اسمع يا رؤوف، مش قايل بقى انت اتاخرت قوي على سعاد يا رؤوف. حالا حالا حالا. قول لرئيس التجهيز طلبات الناموسيات تكون جاهزه بكره الصبح. اهلا وسريه هانم. وانت جاهز ولا لا؟ اتعشى من النهارده تكون رايق وما تعتذرش زي اول امبارح. انا جاي اخدك دلوقتي بامر بابا تتعشى معانا وبعدها نروح الاوبرا كلنا. اما انا سيء الحظ صحيح. ليه؟ عندي ميعاد مهم. ميعاد ايه؟ مش ممكن تسيبه يعني؟ حقا يا ست هانم، ده يسيب كل مواعيد الدنيا الا الميعاد ده. كده بحق يا رؤوف بيه؟ والله يا فندم مش قادر. طب معلش لما اشوف بابا. دي انت لسه هتشتغل؟ دي سعاد عيد ميلادها الليله، مش يصح تروح لها بدري شويه؟ على فكره انا وضبت الجنينه على اتم ما ينبغي، بس لسه ناقصها شويه حاجات. قول له يخش. جبت كل حاجه يا سعاده البيت. مش وديتها عند سعاد هاني؟ سعادتك ما قلتش. طب معلش. ايوه
جون 16 جاهز للطابع، تحب سعادتك تشوفه؟ ايوه انا جاي حالا. مصطفى خد الحاجات انت بقى مش بقى. طب وانت؟ اول ما توصل ابعت العربية، انا جاي حالا. بس ما تتأخرش. لا ابدا. سكرتيرك ما كانش عايز يدخلني. ازاي؟ اصله ما يعرفكش. ايه اللي فكرك بيا النهارده؟ فامتحنا. بشوفك تسال عليا بعد قد ايه، لقيتك ما سالتش. والله يا امين غصب عني. الشغل واخدني. والشغل بتاعي. شغل ايه؟ اظن فرحان انا قوي ان حضرتك بقيت مدير عام. والجرايد بتكتب على الانقلاب الهايل اللي حصل في ثروه حسن بيه وفابريكه حسن بيه. انا يهمني ايه من ده كله؟ انا يهمني بنت حسن بيه. هتتجوزها امتى؟ فهمني. اسمع يا امين، الكلام ده ما يبقاش هنا. انت تجيني البيت نتكلم على رواق. الليله بكره الجمعه، تعالى لي في اي وقت. لا مؤاخذه يا امين، انا مضطر انزل حالا. معلش يا سعاده البيت. معلش يا سعاده الباشمهندس. بيطردنا. يا سلام يا امين، هو انت غريب يا اخي؟ صبحة حجيلك. اهلا وسهلا، مع السلامة. سعيدة. فكرك هيلعب عليا؟ ده انا طبقها على دماغه. البيه موجود؟ ايوه يا فندم. انا عايز اعمل. قول له مين يا فندم؟ امين بيه فوزي. مين بيفوز يا سعادة البيت؟ حاضر. اتفضل. أنا جاي أهني سعادتك على الانقلاب الهايل اللي حصل في المصانع ده. منسوجات أبو الذهب في كل مكان. أنا متشكر أوي من بيه. اتفضل. اتفضل. والله الفضل كله رؤوف بيه. الشاب ده نادر. فضلا عن كونه مهندس عظيم، أنا ما كنتش متصور إنه يدرجي لحد الدرجة دي. سياسته مع العمال غريبة جدا، واحترامهم له ناشئ عن حب حقيقي مش عن خوف. أنا مبسوط جدا لأن سعادتك راضي عنه. راضي؟ المهم إن يكون هو راضي ومبسوط. أنا متصور إنها لحقنا عليه بالوظيفة دي. لازم كان في مكتبه بيكسب أكتر من كده. طبعا طبعا. إنما هو ما تهموش المسألة دي قد ما تهمه مسألة تانية. مكسوف يكلم سعادتك فيها. مكسوف؟ إزاي؟ أنا ما بتدوش أي طلب. إيه المسألة؟ أنا كصديق لرؤوف أعرف تمام إن أعز أمنية عنده إن سعادتك تنعم عليه بإيد يسرية هاي. دي المسألة اللي مكسوف يكلمني فيها؟ ملوش حق. الحقيقة إني أنا أكون مبسوط جدا، وأعتقد إن يسرية كمان تكون مبسوطة. إذن أنا أروح أبشر رؤوف. الليلة دي هتكون أسعد ليالي، وبكرة إن شاء الله يجي رقابة سعادتك في الساعة اللي تحددها. أيوة بكرة الجمعة يوم مبروك الساعة 6 إن شاء الله. إن شاء الله يا إكسلانس. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. المفاجأة بتاعت خالك مصطفى. بسم الله ما شاء الله، ربنا يهنيك يا بنتي ونصفك زي البدر. دي عاوزة الزواج والنبي وتبقى عروسة. طب صلي على النبي. امال اقعدي هنا بقى قدام التورته بتاعتك. طب
تفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضلوا يا هواني. اتفضلوا. 19 شمعة بالمظبوط قدامك اهم. تجيش نغلط ونشيل شمعتين ثلاثة؟ يا سلام عليك يا خالد. قوم يا ستي بقى، قوم اطفي الشمع يا حبيبتي. قوم يلا. يلا. برافو 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 برافو. يلا. غنوة بقى من اللي خالك ابو درش بيحبهم. ها؟ انا همشي معاكي بالاوركسترا كله بحق. انت هتغني لنا ايه؟ يا سلام، يا بختكم يا بختكم باللي هتسمعوه. سعاد، انت فاكره خالك مصطفى جاب المزيكا دي عشانك؟ امال عشان مين يا جدي؟ عشان يعمل عليها كوماندا. من فضلكم بقى. فاتوني ولا حتى سلام، شبكوني ونسيوني اوام، وفاتوني ولا حتى سلام، يا خسارة عشرة الايام، شبكوني او فاتوني، شبكوني او فاتوني. شبكوني وحلبت يامي، لا استنى من يوم لسنين، شبكوني وحلبت يامي، لا استنى من يوم لسنين، عايز اشكي وحقول امين، من غيرك يا حبيبي مين، من غيرك يا حبيبي. حبيبي انا محقوق لك، ولو اني مش عايز فيك، ما تقولي ازاي حربيك، واطول عشرة الايام، شبكوني وفاتوني، شبكوني شبكوني. شبكوني وهم البدين، وفاتولي أشواق وحنين، شبكوني وهم البدين، وفاتولي أشواق وحنين، عايز أشكي وحقول أمين، من غيرك يا حبيبي مين، من غيرك يا حبيبي. عايز اعرف نصيبي معاك، وراح ارسي على ايه وياك، عايز اعرف نصيبي معاك، وراح ارسي على ايه وياك، لو تعرف حالي في غواك، كان قلبك يصفالي اوام، شبكوني وفاتوني، شبكوني شبكوني شبكوني. شبكوني شبكوني. ومنظم الحفلة مفيش حاجة يعني ولا ايه؟ متشكر قوي قوي قوي. هو كل سنة أسعد يا حبيبتي. فتحية. جماعة غنانية مالك؟ أحسن وقت الزرع. رؤوف. الله، هو راح فين؟ يسرية جت. الزرع لما يشرب بعد الشمس طاهر. ايه الحفلة دي؟ عيد ميلاد سعاد. أنا قصدي أشوف سعاد. اتفضلي عرفتني. خلينا نبيع في الحفلة.
ان شاء الله في ليالي النواح راح. اتفضلي يا كويس كده من رؤوف وكمان يجيبها لحد هنا. انا مش هقابلها. وين خليه يتمتع بيها لوحده. ليه يا ربي بس انت هتنكدي على نفسك ليه؟ دلوقتي تخرج ونرجع ننبسط تاني. انا هقول لخال مصطفى يوزع. ايه يا ستي انا؟ انت قمتي ليه؟ برضه يساعد جدي هنا؟ بشرفي انا ما عزمتها ولا اعرف جت ازاي؟ انا عارف انك ما تحبيش تقابل حد. ومش هقابلها. لا ما يصحش عينك ما دام جت لحد هنا. رؤوف اعمل معروف سيبلي. يا حبيبتي ما يصحش، دي جايه تشوفك. جايه تشوفك انت؟ انا لا اعرفها ولا احب اعرفها. الله. بتستغرب ليه؟ مش دي كانت السبب في انها فرقتنا من بعض؟ احنا ما فيش حد يقدر يفرقنا من بعض ابدا. قومي بقى. قومي لحسن غيرنا. قومي يا حبيبتي. إذا كنت بتحبيني وتعزيني صحيح، قومي معايا. سعاد حبيبتي. رؤوف حبيبي. وحشيني قوي 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 قوي. وانت كمان. سعاد انا عندي خبرين، خبري يفرحك انت وخبري يفرحني انا. قول اللي يفرحك انت. لا اللي يفرحك انت. قول. عارفه ابراهيم بيل اللي كنت هتوظف عنده زمان؟ ماله؟ وظفت النهارده ب 15 جنيه في الشهر. مبروك، الف مبروك. مبروك مبروك. اساليني بقى. اسأليني بقى عند الخبر اللي يفرحني انا. ايه هو؟ رؤوف انا عملت خلال. عارفه يا سعد ال 15 جنيه دول اشرف وابرك من ال 150 جنيه دول. كانت غلطه وانتهت والحمد لله. انا مش ملاك، انا انسان وكل انسان بيغلط، لكن العائد هو اللي يصلح غلطته. كنت في مزاي وغايب كل روحك كل قلبك رحت ادور الحبايب والحبيبة والحبيبة عايشة جنبك بحبك من غير ما فكر.